تعليق على الأحداث، بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 9 فبراير 2016. وآسف، واضح إن الناس اللي بيسيئوا فهمي زادوا، وده الخطأ يرجع علي أنا آسف يا جماعة. لا أقصد أحدد مواعيد، ولا أقصد أقول حاجة معينة بذاتها، ولا أقصد أخوف ناس، ولا أقصد أقول إن المعنى ده بالظبط هو ده معنى النبوة كمان. أنا كل اللي بقوله هدفه إن إحنا نشجع بعض في حياة الاستعداد، سواء بقرب مجيء المسيح أو سواء بقرب إن إحنا نسلم ودعتنا. ده هدفي وبس. فاللي يفهم مني إن أنا بحدد مواعيد، آسف فهمني خطأ. أنا لا أحدد مواعيد معينة، بل بالعكس بقول كمان في نبوات لسه ما شفناهاش ولازم هنشوفها قبل ما يقتل المسيح، زي استعلان ابن الهلاك اللي قالها معلمنا بولس الرسول بوضوح، وزي حرب هرمجدون، وزي حرب حزقيال 38 وغيره. لكن الكتاب المقدس قال لنا هتحصل في الأيام الأخيرة علامات هتسمعوها بنفسكم، واتكلم عنها بوضوح. ليه قال لنا عنها؟ قال لنا عنها عشان نستعد، عشان نخلي بالنا، عشان نفضل سهرانين لغاية الهزيع الرابع، عشان ما نزهقش، عشان ما نخافش، عشان ما نهملش. فالمسيح قال لنا علامات كتيرة بنفسه، زي ما قال هتسمعوا حروب وأخبار حروب، أمة على أمة، مملكة على مملكة، الزلازل هتزيد، هتكون زلازل عظيمة، المجاعات هتزيد، الأوبئة هتزيد، المخاوف من حاجات اضطرابات كتيرة هتزيد، علامات عظيمة في السماء وغيرها. وقال هتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم، وعلى الأرض كرب، أمم بحيرة البحر والأمواج تضج، ولا أقصد بالدول المحيطة بالبحر المتوسط أو بحيرة معينة، أنا أقصد الكتاب هنا بيشبه العالم ببحر أمواج مضطربة. اضطراب أمواج العالم هيزيد، الناس تبقى باستمرار في العالم خايفة، من يخشى عليهم خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة، حينئذ يبصرون ابن الإنسان أتين في صحابة قوة مجدير. ربنا قال لنا العلامات دي كلها أولا لأسباب كتيرة، منها 3 حاجات. أولا عشان ما نخافش، لكي لا نرتاع، زي ما قال لنا في إنجيل متى 24:6، سوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا. ربنا قال لنا الأول قبل ما تحصل عشان لما تحصل ما نخافش، قال لنا دي لازم هتحصل في الأول، وقال لنا عليها قبل ما تحصل عشان ما نخافش. فلي يخاف، لو أنا كنت واحد من الناس اللي هتخاف من الأخبار دي يبقى فيها حاجة غلط، يبقى لازم أراجع إيماني مرة تانية وأجاهد لتقوية الإيمان. حاجة تانية، علشان خاطر نؤمن في زمن يتفنن العالم في التشكيك في صدق كلام الكتاب المقدس وكلام ربنا، زي ما قال في إنجيل يوحنا 14:29. ليه ربنا قال لنا العلامات دي قبل ما تحصل؟ عشان لما تحصل نؤمن، مش نخاف ومش نتخض ومش نقول بلاش الكلام ده ولا الحاجات دي كلها، لا ده علشان نؤمن. قد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ غرض الكلام ده أن نؤمن، نصدق الكلام والوعود اللي قاله الكتاب المقدس، نصدق كل كلمة قالها الكتاب المقدس. والحاجة الثالثة والمهمة، حياة الاستعداد. ربنا لنا الحاجات دي عشان لما تبتدي تكتمل امتى؟ ملياش دعوة. يقصد بها ايه بالظبط؟ ملياش دعوة، لكن يهمني لما تبدأ العلامات، الإشارات، الإضاءات دي تبدأ، فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب. يعني نستعد، نبتدي ننتبه. ليه؟ لأن ربنا عارف هيكون الزمن ده العالم بيتفنن ازاي يسرق وقتك، والشيطان من خلال الميديا والاخبار والاضطرابات، التلفزيون والمسلسلات والسينما والانترنت والايباد والايفون والاي في دماغي هيشغل وقتك بالكامل، والتكست مسجز والكلام اللي بقي فعلا فعلا لاهي الناس تماما في حياتهم. فربنا قال هتحصل علامات عشان تخلي بالكم، تنتبهوا، تفوقوا، ترفع رؤوسكم من غيبوبة العالم، لأن خلاصكم اقترب. علامات في السماء،
ناسا تحذر أن الأرض قد تكون في طريق مذنب كبير في مارس، ولكن غالبا نشكر ربنا أن هو مش هيلمسها لأنه هيمر غالبا على بعد 11,000 ميل بس من الأرض. هذه خبر قدام حضراتكم. ومرة تانية بكرر، علامات في السماء اللي قال عنها الكتاب المقدس زادت جدا، وباعتراف وكالات الفضاء نفسها اللي قالت الأرض أصبحت مهددة أكثر بكثير من الماضي في الحاجات اللي بتقرب مسارها من الأرض. كرات نارية تظهر في سماء ويسكونسن، هذه صورتها قدام حضراتكم. العلماء والوصولوا له مشروع صيني لصنع نجم صناعي 3 مرات أسخن من الشمس عن طريق الاندماج النووي، وبالفعل زي ما بيقولوا يتمكنوا من جعل الهيدروجين أسخن من حرارة الشمس 3 مرات، وعملوا الموضوع ده لمدة عدة دقائق. ربنا يستر علينا من التجارب اللي بتتم اللي هي فعلا ممكن تكون مدمرة للأرض. إذا كان انشطار نووي لبعض العناصر بتدمر مناطق ضخمة، فكم وكم بالتجارب اللي منتهى الخطورة اللي زي دي. ربنا يحافظ على أولاده. هذا الخبر قدام حضراتكم. الطقس، وأتكلم على الطقس وأقول على بحيرة البحر والأمواج تضج، ولا أقصد بيها أمم معينة حوالين بحر معين، ولا أقصد بيها المدن الساحلية، لا، أنا أقصد الأمواج العالم المضطرب حتى في الطقس، طقس العالم المضطرب، مناخ الأرض المضطرب بسبب كثرة الخطية اللي خلى الأرض تأكل سكانها. وأتكلم العالم كله، البحر هنا بتكلم به على مقصود به العالم. هيريكين باتريشيا في غرب المكسيك وصل لرقم قياسي هو 215 ميل في الساعة، ده من يسترداي. متخيلين 215 ميل في الساعة ده قد إيه؟ بينا نسمع عن أرقام قياسية كتيرة قوي، ورقم قياسي ما تحققش من مئات السنين، نسمعه يتحقق وبعد كده يتكسر بكل سهولة بعدها بفترة صغيرة. فيتنام ولأول مرة يتساقط بها الثلوج في تاريخها. هذا المنظر. لأول مرة من 15 سنة يتساقط ثلوج في أرونشال في الهند. الزلازل اللي قال لنا عنها الكتاب المقدس زلازل عظيمة. وحسب مفهوم ضعفي يعني عظيمة يعني تزيد في العدد وفي القوة. وكنا لغاية 2006 و7 و8 كنا بنسمع عن 30 زلزال في السنة، دلوقتي بص بنسمع عن كم زلزال في الأسبوع وفي اليوم. رقم 5 لغاية السنة اللي فاتت كنت بقوله لكم وكانوا بيتعدوا على الصوابع في الأسبوع، دلوقتي بيبصوا كام واحد. بطلت أتكلم على 5 لأن بقى أصبح كتير في اليوم الواحد، وده باعتراف USGS نفسها إن الزلازل زادت في العدد وفي القوة. يوم الثلاث اللي فات 36 زلزال في يوم واحد، منهم 6 في أنتاركتيكا و6 في نفس اليوم في اليابان، وكتير 5 فما فوق. دول كانوا بيتعدى على الصوابع في السنة، لا تبص بنتكلم على كام واحد في الأسبوع وأحيانا في اليوم. يوم الجمعة 42 زلزال في يوم واحد، منهم 6.4 في تايوان، وكتير 5 فما فوق. يوم الاثنين 43 زلزال، منهم 6.4 في بابا نيوجي، وحقيقي كتير جدا 5 فما فوق. زلزال أنتاركتيكا اللي بقوة 6 ريختر يوصف بأنه نادر جدا. هذا الخبر قدامكم. زلزال تايوان للأسف اللي هو 6.4 القوي ده سبب تساقط عدة مباني وقتل العديد. هذه المنظر قدامكم، وهذه البيوت المتكسرة والعمارات المتكسرة. وآخر إحصائية أعتقد تعدت الرقم ده، 35 موتى و100 مفقودين، أعتقد وصل دلوقتي حق 38 أو 40 واحد ميت لغاية دلوقتي من الزلزال. ربنا يرحمهم يا رب. ده من BBC نيوز. البراكين اللي برضو الدخان والنار والكلام ده كله، ولا أقصد بها مكان محدد،
بركان كورة جيما في اليابان ينفجر وبشكل رهيب، وده من ياهو نيوز. بركان سوبو تان ينفجر في إندونيسيا. بركان بيروفيان في بيرو قد يبدأ يتيقظ بعد خمول دام 540 سنة. ورماد ودخان يخرجوا من بركان توريالبا في كوستاريكا. ووسائل الإعلام، ده مش أنا، بتقول إن قوة البراكين زادت جدا عبر الكرة الأرضية مع بداية 2016، رغم إن هم كانوا بيقولوا 2015 أكتر سنة حصلت فيها براكين على الأرض في العصر الحديث. دلوقتي بقت بداية 2016 أكتر. كنا نسمع عن بركانين ثلاثة في السنة أربعة، دلوقتي بينا نسمع عن كم بركان في الشهر. فتحات أرضية اللي كانت زمان تعتبر عجيبة من الأعجيب، اللي دلوقتي بتصبحت باستمرار وبتبلع ناس وبتبلع بيوت وبتبلع عربيات. فتحة أرضية عملاقة تحت المياه في الفلبين تسبب فضول ومخاوف، ودي منظرها. شق أرض عملاق بعد زلزال تايوان، هذه صورته. فتحة أرضية توصف بأنها جاينت عملاقة في ميسوري، وأدي صورتها قدام حضراتكم. موت الكائنات جماعي اللي قال لنا عنه الكتاب المقدس، الكائنات تموت وسمك البحر ينزع، ده قبل عقاب الإنسان. اللي كنا نسمع يا إما مفيش خالص، يا إما حالة أو اتنين أو تلاتة في السنة، لغاية الكلام ده بـ 2006 و2007 و2008 بنفس الساتلايت ووسائل الإعلام وغيره. دلوقتي بينا نسمع عن حالة أو اتنين في اليوم وأكتر أحيانا. هتسمعوا النهاردة في نفس اليوم هتسمعوها شوفوا كم مرة. اللي بيحصل في اليوم من موت كائنات جماعي بأكتر من اللي بيحصل في سنة أو في سنين من الماضي. يوم 29 يناير قتل 2.5 مليون من الطيور بسبب إنفلونزا الطيور في نيجيريا. يوم 30 يناير موت أكتر من 19 طن من الأسماك في بحيرة في البرازيل، أكبر قدام حضراتكم. في نفس اليوم موت أكتر من 500 جمل بسبب مرض غامض في كينيا، وده من ديلي ناشونال. يوم 31 يناير موت كم ضخم من الأسماك في نهر في واشنطن. يوم 1 يناير موت كم كبير من يوم 1 فبراير آسف يوم موت كم كبير من الأسماك في نهر في الصين. في نفس اليوم موت كم كبير من الأسماك في نهر في هونج كونج. أيضا في نفس اليوم موت مئات من الأسماك في بحيرة في تكساس في أمريكا، كل دول في يوم واحد. أيضا في نفس اليوم موت حوت وثلاث درافيل في شاطئ في أمريكا. يوم 3 يناير قتل 11500 دجاجة آسف بسبب إنفلونزا الطيور في تايوان. في نفس اليوم موت مئات من الأسماك في بحيرة في أستراليا. هذه صورة الخبر قدام حضراتكم. أيضا في نفس اليوم عشرات من السلاحف البحرية تموت في شاطئ في المكسيك. أيضا في نفس اليوم موت 36 طن من الأسماك في هونج كونج. أيضا في نفس اليوم موت 41 من الطيور بسبب مرض في الفلبين، ده من سنين. في نفس اليوم قتل 700 ألف من الطيور بسبب إنفلونزا الطيور في كردستان. أيضا في نفس اليوم موت 8 حيتان أو أكثر في شاطئ في ألمانيا، ده من ميل أونلاين. خريطة بموت الحيتان الكبيرة فجأة بسبب غير معروف في شمال أوروبا في الكام يوم اللي فاتوا. بص المنظر قد إيه. 3-24 يناير 1-25 هنا المنطقة دي، كان 1 يوم 23 13 6 في يوم 13 يناير هنا في المنطقة، كل المناطق دي كلها ماتت فيها حيتان فجأة.
تقرير يوضح أن 75% من أسماك العالم اوريدي تم محوها واتدمرت بسبب تدمر النظام البيئي المائي، وأصبح اللي أصبح خلاص وشيك. السنة اللي كانوا بيفترضوها العلماء في فناء الأسماك تماما اللي هو 2048، لا ده بقى قبل كده بكتير. مش ده اللي قاله الكتاب المقدس سمك البحر ينزع؟ ولا كان الكتاب بيألف ساعتها ولا جات معاه بالصدفة؟ ما ينفعش بالصدفة الكلام ده كله. عشرات من الطيور سقطت ميتة في كانساس. قاعد المنظر قدامكم. مرة تانية أنا مش جاي أقول نشرة وفيات الكائنات الحية، ده مش هدفي، ولكن ولا أقصد أخوف ولا أقصد أقول خبر بحد ذاته ولا علامة معينة بحد ذاتها، ولكن ربنا قال لنا في علامات هتحصل زي كذا وكذا 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 وكذا، وقال لنا أسماءها. والعلامات دي بدأت تحصل. ليه قال لنا ربنا؟ أولا عشان لما تحصل عنها في الزمان الأخير ما نخافش. الحاجة التانية علشان لما تحصل نصدق صدق الكتاب المقدس، نؤمن بقوة بالكتاب المقدس في زمن بيشككون فيه. وعلشان لما تحصل تبتدي تحصل نبتدي نستعد في زمن بيحاولوا يلهونا ويحاول العالم يشغلك تماما عن حياتك الروحية. التسرب الغاز السام في لوس أنجلوس، الغازات اللي في لوس أنجلوس سامة وممكن تسبب مشاكل. الأوبئة زي ما قال لنا الكتاب المقدس هنسمع عن أوبئة عظيمة يعني تزيد. حمى لاسا قتلت 100 شخص في نيجيريا. دلوقتي بينا نسمع عن أشكال مختلفة. يعني أنا أعرف ناس عايزين يسافروا ولكن يقولوا طب لو سافرنا كذا فيها حمى كذا، طب لو سافرنا كذا فيها حمى كذا، طب لو سافرنا في الحتة دي فيها حمى دي، طب نروح فين؟ مرض غريب هو شاجاس أعراضه تظهر متأخرة، تنشر بعوضة تسمى الكيسينج باج. يقدر أن 300,000 من الأمريكان مصابين بيه بالفعل. هذه البعوضة بتاعته أو الحشرة بتاعته. الذين يموتوا من البكتيريا المقاومة السوبر باجز في ازدياد مضطرد وأصبحوا بالمئات في اليوم، وحيتخطوا الناس اللي بتموت من السرطان في العالم في سنة 2050 وأنا أعتقد قبل ذلك بكثير. ده من ميل أونلاين، ده مش كلام. إنفلونزا الخنازير القاتلة تنتشر بين أفراد داعش، وما تفرحوش في حد، ربنا يشفي ويفتح عينيهم. منظمة الصحة العالمية تعلن أن فيروس زيكا هو حالة طوارئ صحية عالمية، لأنه طبعا بيسبب تشوهات المخ ونيورولوجيكال بروبلمز وصغر حجم المخ بالنسبة للأطفال، وده من واشنطن بوست. المايكروسيفالي والمصايب اللي بتحصل، خبر قدام حضراتكم من WHO. توقع أن تصل الحالات المصابة بهذا الفيروس إلى 650,000 شخص في الشهور القادمة، وقد تصل إلى 4 مليون، وده برضو من واشنطن بوست. السلطة البرازيلية بعد ما طالبت الستات بعدم الإنجاب، بعدم أن هم يبقوا حوامل لغاية 2018، الدولة طلبت من سيدات الدولة أن هم ما يحملوش، تخيلوا. دلوقتي السلطات البرازيلية تجبر الأملاك الخاصة على أنه يدخل فيها القوات عشان يكافحوا فيروس زيكا، وده من ياهو نيوز. الآن أصبح حتى الآن 9 حالات مصابة بالفيروس ده في أمريكا، فخلاص وصل كمان أمريكا. آسف، مش بس أمريكا، أنا بتكلم على فلوريدا أمريكا. بعد وصول الأمريكا والأوروبا حالتين من زيكا فيروس في أستراليا، وده برضو من ياهو نيوز، بينتشر بسرعة. جبت لحضراتكم الوسائل الإعلام وبعض مراكز البحث العلمي اللي بدأت تقول إنه ليه فيروس زيكا انتشر في نفس الأماكن اللي انتشر فيها أو أطلق فيها البعوض المعدل جينيا، في نفس الأماكن بالضبط. كويس؟
مجلة ديسكفري العملاقة عملت موضوع ردا على هذه الأسطورة. الحقيقة قعدت أقرأ متخيل بقى أدلة وبحث وتفحيص وسامبلز والكلام ده كله، وما لقيتش الكلام ده كله. لقيت مجلة ديسكفري ما ردتش بحاجة على أن فيروس زيكا انتشر في نفس المكان اللي انتشر فيه البعوض المعدل جينيا، إلا بأن الناموس ده ملهوش دعوة، هو مش هو السبب، لكن للأسف البعوض المعدل جينيا يا حرام اتنشر في المكان الخطأ في الوقت الخطأ. I'm serious، ده اللي قالوه، ده الرد بتاعه بأمانة. wrong time wrong place، ده اللي قالوه. وقالوا ايه في الرد بتاعهم؟ كان في جزء من الرد غريب حقيقي أنا ما فهمتوش، أنا هقرأ لكم جزء من الكلام اللي اتقال. بيقولوا هنا إن اللي بيقول الكلام ده نظرية مؤامرة، كالعادة كل ما حد يقول حاجة يتساءل يبقى نظرية مؤامرة. ويقولوا the Zika outbreak began in the same location at the same time as the first exotic release. ردهم إيه؟ though it's often said it's worth repeating. Correlation doesn't equal causation. يعني خلينا أقول لكم بيقولوا إيه. بيقولوا التماشي، يعني الحاجتين يتماشوا مع بعض، ده مش معناها إنه السببية. طب وإيه اللي يلغي السببية؟ يعني بيقولوا إنه لما انتشر البعوض المعدل جينيا زاد فيروس زيكا، ده مش معناها إن هو سبب الفيروس زيكا هو البعوض المعدل جينيا. طب ممكن تقول لي إيه العلاقة؟ انت نفيت بدون دليل. وبيقول لك ده يشبه لو انت قلت نيكولاس كيج is to be blamed for people drowning. يعني لو كما لو كم لو ان انت لومت على الممثل اللي اسمه نيكولاس كيج في كل واحد غرق. انا قعدت اهرش شويه، معلش انا حسيت الايام دي رغم ان عندي شوية شهادات كويسة بتقول الاي كيو بتاعي مش وحش اشكر ربنا، لكن انا ما فهمتش ايه علاقة المثل اللي بيقولوه بالكارثة اللي احنا فيها. ما علينا، عديها. في تكساس اول حالة زيكا فيروس تحدث بسبب علاقة جنسية، فهو ما بينتقلش بالبعوض وبس على فكرة، ده بينتقل بالبعوض وبينتقل بالعلاقات الجنسية وبينتقل تحت علام قوسين كبار افتحهم احتمال كبير عشان برضو محدش يمسك عليا بالفاكسينيشن بالتطعيمات. يعني مش بيتنقل بالبعوض وبس، ده بيتنقل بوسائل مختلفة، ايضا يتنقل بالدم، والكلام ده مش كلامي، ده من وكالة رويترز اهي قدام حضراتكم برضو. المنظمة النووية في الأمم المتحدة تقترح استخدام الشعاع النووي لمحاربة بعوضة نقل زيكا فيروس. ده من الـ RT. ردوا انتوا، أنا مش عارف، أنا عاجز عن الرد. بعض الأبحاث لقيت أنه 4180 حالة صغر المخ المايكروسيفالي في البرازيل مش كلهم بسبب البعوض، بعضهم فعلا بسبب البعوض وده ثبت، وفي نفس المناطق بتاعت البعوض المعدل جينيا، لكن بعضهم ملهاش دعوة بالبعوض. لكن الغريبة الباقيين وعلامة استفهام، وأنا أنقل الخبر فقط، الكارثة إن الأغلبية الباقي لهم علاقة بتطعيمات جديدة اللي هو TDAP اللي أصبح يعطى للحوامل في الأسبوع 20 في البرازيل وليس زيكا فيروس. ها، يعني المايكروسيفالي مش كلها بسبب زيكا فيروس، ده المايكروسيفالي ليه علاقة بالتطعيمات اللي بيبقى فيها فيروسات.
ودلوقتي بنلعب جينيا في كائنات زي البعوض وكمان أجنة الإنسان بالفيروسات اللي بنسميها فيروسات نيوترال، يعني غير ضارة، علشان نحمل عليها جينات. والقرد اللي جاله الأوتيزم كان بسبب إن هم نحملوا جينات على فيروسات عشان تدوها لجنين القرد. أوكي معلش أنا ما بعرفش أربط الحاجات مع بعض، فربطوها راح حضراتكم بنفسكم، وحطوا في ذهنكم كده لما كابتن بيل جيتس قال عايزين نقلل عدد البشرية عن طريق الفاكسينيشن. دوروا على الفيديو بنفسكم واسمعوها من صوته بنفسكم، ملياش دعوة. أنا قلت لكم الخبر زي ما اتنشر وخلاص، والكلام ده من أكتر من مجلة وزي NBC نيوز ونيتشر نيوز وغيرها، وأهم قدام حضراتكم اللي مش مصدقني. الكارثة اللي أكبر من كده لسه. تعرفوا إنه ممكن شراء زيكا فيروس من خلال الإنترنت، وآدي مواقع بتبيع زيكا فيروس على الإنترنت، تقدر تعمل أوردر على النت وتشتريه ويجي لك في باكيج. أهو قدام حضراتكم وكتالوج والسترينز معينة واللي أنت عايزه تشتريه. أنا مش بهرج أهي. والميديا بتتساءل زي جلوبال ريسيرش بتقول هو مين ده اللي بيملك زيكا فيروس وبيبيعه على النت؟ ده إيه اللي بيحصل بالظبط؟ آدي جلوبال ريسيرش بتتساءل هو مين ده اللي بيأون زيكا فيروس وبيبيعه؟ وليه مواقع على النت بيبيعوا من خلالها؟ مش عارف. أخبار حروب. الصين مرة أخرى تحذر أمريكا أن توقف المناورات العسكرية في بحر الصين. أمريكا تحذر من عواقب حقيقية بعد كوريا الشمالية لما أعلنت إن هي هتطلق صاروخ فضائي شايل ساتلايت ممكن يعمل انفجار كهرومغناطيسي. ده من ياهو نيوز. كوريا الشمالية لم تبالي بهذا الإنذار ولا خافت من حد، وفعلا أعدت لإطلاق الساتلايت اللي ليه القدرة على ضرب أمريكا بالقنبلة الكهرومغناطيسية، تدمر محطات وخطوط الكهرباء، ترجع أمريكا 200 سنة للوراء، تعيش في عصر الظلمة. هذا الخبر قدام حضراتكم. واليابان طلبت من جيشها يكون في حالة استعداد عشان يوقع الصاروخ ده، ده من جابان تايمز، ولكن ما وقعهوش، وفعلا كوريا أطلقت الصاروخ ده يوم الحد اللي فات، تم إطلاق الصاروخ ده بالفعل، وفعلا وصل الساتلايت في المدار بتاعه. وبعدها اليابان صوتت على أنها يجب أن تأخذ حل عسكري ضد كوريا الشمالية واللي بتعمله ده، من ميل أونلاين. وتم فعلا إطلاقه، وادي الصورة قدام حضراتكم. امبارح الساتلايت الكوري ده يعبر فوق ملعب كرة أمريكي ممتلئ، وفعلا كان في ناس حاطة إيديها على قلبها في الإدارة الأمريكية، في الحكومة الأمريكية. كان في سوبر بول و الساتلايت ده كان معدي في الفضاء فوق المكان اللي فيه السوبر بول. كوريا الشمالية تخطط كمان لتجربة نووية خامسة. كابتن كيم جون آن اللي قدام حضراتكم ده في الخبر، هو بالظبط بيلعب بالنووي زي طفل صغير بيلعب بالأتاري. انت عارف اللعبة اللي بتلعبها بالأتاري، ديب 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 ديب، وتفضل تضرب حاجات وتفرقعها. بس هو في الحقيقة اللي تحت ايديه مش جويستيك بتاع اتاري، هو تحت ايديه جويستيك بتاع قنابل نووية. روسيا تقوم بتمثيلية عسكرية كهجوم نووي على السويد، كانذار للسويد، وده من التليجراف. روسيا تحذر امريكا والسعودية وتركيا ليتراجعوا علشان هي بتستعد لمعركة كبيرة اللي هي معركة حلب ضد داعش. وروسيا ترسل أكثر طائراتها الحربية تقدماً إلى سوريا بسبب الاحتداد التركي ورد فعل تركيا، وده من واشنطن تايمز.
تركيا تخطط لغزو في سوريا، فالموقف بيحتد جدا ما بين روسيا وما بين روسيا وما بين تركيا. تساؤل في بعض وكالات الأخبار، هل أمريكا، انتوا عارفين ان في بعض قادة الحرب الروس في سوريا اتقتلوا، فتساءل بعض وكالات الأخبار، هل أمريكا مسؤولة عن قتل مجموعة من قادة الجيش السوري في روسيا، الجيش الروسي في سوريا؟ لأن بعض التحقيقات بدأت تظهر أن الثوار المسلمين كان عندهم المعلومات الاستخباراتية دي بالكامل، والأسلحة اللي معاهم أسلحة أمريكية، وهم من دول اللي قتلوا قادة الجيش الروسي. مرة تانية يتم الكلام عن جيش أوروبي موحد، وقربنا نتكلم على الاتحاد العالمي، أو الاتحاد العالمي قرب يتنفذ. تكنولوجيا جديدة تسمح للإنسان أنه يقدر يبني سلاح بيولوجي ليوصل لمستوى 4 في بدروم منزله. حماس تظهر مدرعاتها العسكرية الجديدة إنتاج محلي في تظاهر بعد انهار نفق غير قانوني على 7 من أفراد حماس ماتوا في النفق. كانوا بيحفروا نفق والنفق انهار عليهم وماتوا نفق غير قانوني، فحماس طلعوا متظاهرين وطلعوا بمدرعات هم اللي صنعوها. الخبراء يحذرون أن كوريا الشمالية وإيران ومشاريعهم النووية ممكن يمحو بها إسرائيل. جوج وماجوج، رئيس روشك ماشي كتبال قرب قوي. أخبار عامة بينا هقول لكم أخبار ليها العجب. بريطانيا توافق على أسلوب تعديل جيني لأجنة الإنسان رغم الخطورة بتاعته، يعني بالإضافة للتجارب اللي بدأت ده في بروتوكول أكثر خطورة، وبريطانيا برضو وافقت بتاعه. أجنة إنسان، احنا مش متكلم على حيوان إنيمور، احنا بنتكلم على بشر. أيضا ناشونال أكاديميكس أوف ساينس المشهورة الإلحادية اللي لو نو وين يدخلها عالم مسيحي مهما كان روعته، حتى لو حصل على واتيفر شهادات إيه، رئيسة المواقع الإلحادية ناشونال أكاديمي أوف ساينس، خلي بالكم دي غير محايدة بالمرة، توافق على أجنة الإنسان من جينات 3 آباء وتعتبره شيء أخلاقي إيثيكال عادي خالص. فعادي يجيبوا جينات من رجلين ومع بويضة أم ويكونوا بقى يختاروا الجينات اللي هم عايزينها. العلماء يدعوا أنهم يستطيعوا أن يطيلوا عمر الفئران، ويقولوا أن الإنسان هو التالي علشان يطول عمره. ده برضو من ياهو نيوز. المسلمين عددهم وصل إلى 3 مليون في إنجلترا، وأكثر من نصهم مولود خارج إنجلترا. لو رحت المطار دلوقتي، زي مثلا لو سافرت على بريتش ايرلاين، هتحس ان انت داخل السعودية مش داخل بريطانيا دلوقتي، من كمية المحجبات والسنية اللي هناك. مخطط تفجير فرنسا، يقول المخطط اللي قام بتفجير فرنسا والقام بالتخطيط لي، يقول انه دخل في مجموعة لاجئين من 90 لاجئ الى فرنسا. مركز المخابرات الألماني يقول أن مجموعات داعش دخلت بالفعل في 1.1 مليون لاجئ دعتهم ميركل السنة الماضية للدخول ألمانيا. فداعش مستوطنة حاليا في ألمانيا، ودخلت بأعداد غفيرة في المليون اللاجئ المسلم اللي دخلوا ألمانيا السنة اللي فاتت. أوباما يتجاهل الأدلة التي قدمت له أن الجامع الذي ينوي زيارته له علاقة وطيدة بالتطرف والإرهاب. وأوباما راح خطب خطبته في الجامع ده، ويقول أن الإسلام كان باستمرار جزء من أمريكا من بدايتها. اللي بنى أمريكا كان في الأصل إخواني. يلا كابتن أوباما.
ويقول أن منتقدي الإسلام ليس لهم مكان في أمريكا. أحد مساعدي أوباما وحدة تتضرع لمحمد رسول الإسلام في يوم الصلاة القومي وتعتبر أن الإسلام المسيحية حاجة واحدة. بل يصل الأمر أن إدارة أوباما تمحي سجل الإرهابيين المسلمين. هذا الخبر قدام حضراتكم. في قرار غير متوقع وكارثة أخرى من كوارث أوباما، إدارة أوباما تقلل عدد حرس الحدود للنص، وأيضا تأمر حرس الحدود أن يطلقوا كل مخترق الحدود ريجاردلس هم من إيه ولا يتتبعوه. ده من الإكزامينر. ووصلت لدرجة شرطة الحدود اللي اتقالوا للنص دلوقتي بيقولوا احنا لو نفذنا القانون اللي واجب علينا في التعامل مع الناس اللي بيهربوا من خلال الحدود احنا اللي نترفد بسبب اللي بتعمله إدارة أوباما. خبر اوكي استاذ داينوس، في ساتلايت اطلقته كوريا الشمالية، الساتلايت ده له القدرة على يصنع ما يشبه الالكتروماجنتيك بام او قنبلة كهرومغناطيسية تقطع الكهرباء وتسبب مشاكل كتيرة. الساتلايت ده في المدار بتاعه اللي لسه اطلق يوم الحد اللي فات امبارح كان فوق مكان اللي هو السوبر بول جيم اللي هو في امريكا، ما كانش ما معرفش في انه ولاية بالظبط، انا اسف ما تابعش الموضوع ده، لكن ده كان مسبب مخاوف، كانوا خايفين من اللي ممكن كوريا الشمالية وقراراتها الطائشة احيانا ممكن يعملوا ايه. anyway. البعض بيعتبر اللي عملته إدارة أوباما ده أكبر خيانة قام بيها أوباما لأمريكا حتى الآن رغم خياناته الكتيرة. أنتوا عارفين أن في البعض بيقول هو قرب يمشي، لكن الدمار اللي عمله أوباما حتى الآن في أمريكا ناس كتيرة بيقولوا خلاص بيرريفيرسبل، يعني لا رجع فيه. الكوارث اللي عملها أوباما والإرهابيين اللي زرعهم في أمريكا والكلام ده كله للأسف مش صعب ان هو من الصعب ان هو يتعالج. ده كتير من الحاجات دي بيقولوا خلاص الاثار الضاره بتاعتها ريفيرسبل. معدل الجريمه ازداد جدا في امريكا بسبب اللاجئين، وشرطه لوس انجلوس تطالب المواطنين ان هم من يحموا نفسهم. يلا منك لنفسك في امريكا. بس في نفس الوقت اداره اوباما بتنزع السلاح من المواطنين رغم ازدياد معدل الجريمه بسبب الارهابيين. والشرطة دلوقتي محتاجة المواطنين يحمي نفسهم بس إدارة أوباما بتنزع منهم السلاح. فكروني بأحداث الكشح، شرطة مصر العظيمة الإسلامية في هذا الوقت تدخل على القرية المسيحية تنزع كل السلاح اللي موجود في القرية المسيحية، وعلى طول تطلع القرية المسلمة اللي مليانة بالسلاح والشرطة عارفة ما تكلمتش من المسلمين يهجموا على قرية الكشح ويقتلوهم. والشرطة يا حرام ملهاش ذنب. ما علينا. يوم الحجاب العالمي يستغل فيه المسلمين أمريكا والعالم الغربي عشان يكتموا أصوات الرافضين للأسلمة. سمعتوا عن يوم الحجاب العالمي؟ مفيش يوم الصليب العالمي، لكن في يوم الحجاب العالمي. العروسة باربي تتحجب عشان خاطر سواد عيون المسلمين. هذه العروسة باربي في زيها الجديد المحجبة. الحجاب قبل الحساب يا أختاه باربي. 50,000 مسلم لاجئ هيدخلوا كندا في الشهور القادمة بسبب قرارات ترودو اللي هو عامل زي تلميذ صغارنا لكابتن أوباما. 3 بنوك أمريكية تستبدل ماكينات النقد، بدل من أنها تقبل الكروت هتقبل اللي هو الآب المتحمل على التليفون المحمول بس. ده من لوس أنجلوس تايمز. يعني قريبا هيبقى حتى مش شايل لا كاش، لا شايل ذهب ولا كمان شايل كاش
ولا كمان شايل كروت ائتمان، ده انت هيكون كله التليفون المحمول مؤقتا لغاية ما بعدين الموضوع ده يتزرع تحت الجلد. واشنطن دي سي تفكر في قانون تدفع به مرتبات للمواطنين اللي ما يقوموش بأي جريمة. ده من الار تي. علماء الآثار يجدوا أدلة أكثر على بركة سلوام، وده دليل آخر يؤكد مصداقية إنجيل يوحنا ودقته وإنه كتب قبل خراب أورشليم. أخبار اقتصادية، ومرة تانية بتكلم على العالم المضطرب، أنا لا أقصد البحر ولا بحيرة سبيسيفيك، أنا أقصد العالم كله فعلا مضطرب والناس يخشى عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة. الديون الأمريكية تصل إلى 19 تريليون دولار، ده من إكزامينر، واشنطن إكزامينر، ده على يد إدارة أوباما. الصادرات الأمريكية تنخفض مثل كساد سنة 2009، ده من ماركت ووتش. بنك يو بي اس السويسري يواجه انخفاض كبير بسبب المستثمرين يسحبوا فلوسهم بلايين من رصيدهم من البنك. إيران والصين وروسيا عندهم مهمة التخلص من الدولار، الحرب الاقتصادية اللي شغالة. بالفعل إيران تسعى للتخلص من الدولار في تجارة البترول، وده من آر تي. إيران تطالب الدول اللي عليها دفعيات بترول لإيران إنها تدفعها باليورو مش بالدولار، وده من رويترز. بعض الأسماء الكبيرة في وول ستريت تجمعوا لتخفيض الين أكتر، بالرغم إن الصين هددت هتعاقب اللي هيعمل الموضوع ده ويحاول يخفض عملتها، والصين تستطيع أن ترد استخدام 3 تريليون عملة خارجية، وده من ياهو فاينانس. أسهم اليونان بعضها، ربنا يسامحكم يا اللي بتعملوا الكلام ده، اوكي ربنا يبارككم، شكرا اساتذتي الاحباء الادمنز. طيب ربنا يبارك حضراتكم، معلش ربنا يسامحهم اللي بيعملوا الكلام ده، لكن حقيقي عايز اقول لهم مخيف هو الوقوع في يد الله الحي. أسهم اليونان بعضها ينهار للأسف. ياهو تعلن عن قص 1500 وظيفة، يعني 15% من العمال اللي شغالين في ياهو، ده من ياهو نفسها أهو. شركات عملاقة كثيرة تغلق كتير من فروعها في أمريكا، على سبيل المثال وول مارت بيقفل 269 فرع، منهم 154 في أمريكا. كي مارت بيغلق مورزان يعني اكتر من دستتين من الـ في الشهرين الجايين او next few months. جي سي بيني في 47، ميسي 36، وهكذا كل محلات بتقفل، محلات عملاقة بتقفل. سيرز قرب يقفل 600 فرع حتى الآن. امازون تستخدم، عارفين الامازون الموقع للشراء والكده على الانترنت، تستبدل عمال كثيرين في مخازنها ب 30 الف انسان آلي، فالانسان الآلي مكان العملات حاليا، ويستبدل عمال مخازن كثيرين وممكن يزيد الانتاج 800% لانه الانسان الآلي بيعمل 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع، ما عندوش حاجة اسمها لا راحة يومية ولا أسبوعية ولا مرتب ولا غيره. ما عنديش صوت، أنا آسف. سمعوني حضراتكم دلوقتي؟ حضراتكم سامعني؟ طيب أشكر ربنا، معلش أنا آسف على اللي حصل، لكن بسبب الهجوم اللي حصل على الغرفة. بورصة داو جونز ينخفض 296 نقطة مرة تانية بسبب انخفاض سعر البترول، وده من يو اس توداي. أيضا الاقتصاد الأوروبي في انخفاض، ففي 3 شهور البنوك الألمانية تخسر 14.3 بليون يورو. معلش أنا طولت على حضراتكم، قربت أخلص. ألمانيا تعتبر وضع 5450 دولار كحد أقصى لسحب النقد
هتعمل قريب زي اليونان ولكن بحد أكبر شوية. 5 بنوك أوروبية في خطر. اليابان للأزمة الاقتصادية اللي حاصلة فيها بتتحول إلى فائدة بنكية سالبة، يعني الفائدة البنكية بتاعتها بقت بالنيجاتيف، يعني لو حطيت فلوسك في البنك مش هتاخد فايدة لا واحد ولا نص ولا ربع حتى، ده أنت هتدفع. لو حطيت استثمار فلوسك في البنك أنت هتدفع مش هتاخد فايدة، ودي الفائدة السالبة. أيضا الفيدرال يطالب البنوك الأمريكية أن تفكر في احتمالية الفائدة السلبية علشان تشيط الاقتصاد، وده من بلومبر بيزنس. اضطهاد المسيحيين اللي زاد. ناسا، قرار رسمي من ناسا تمنع تماما اسم يسوع من الاستخدام فيها. ناسا تقرر ممنوع استخدام اسم جيسوس في ناسا، وده من فوكس نيوز. كلمة جيسوس دي أصبحت باند في ناسا. طبعا أي اسم تاني، ما شيطان مش مشكلة، محمد مش مشكلة، بوزة وطيفر مش مشكلة، لكن يسوع بس هو ده الممنوع. بعض المدارس العامة الأمريكية تلغي أعياد الميلاد وعيد الشكر وأيضا عيد الحب بحجة تنوع الأجناس والأديان للأطفال في المدارس الأمريكية، وده برضو من فوكس نيوز. للأسف برنامج ساخر في NBC، آسف جدا سامحوني على الخبر، يدعي أنه ربنا يسوع كان إنسان مثلي. على فكرة ما بيسخروش في الشخصية قد ما بيسخروا من المسيح الأيام دي، بالظبط زي قال مزمور 2، صح؟ مش ده الكلام اللي قاله الكتاب المقدس مزمور 2؟ لكن الحقيقة اللي بيضحك هو ربنا، الرب يضحك بهم. قبلوا الابن لئلا يغضب الرب فتبيض عن طريق الحق. ربنا موجود. مجلس فينيكس يستبدل الصلاة الافتتاحية اللي متعودين عليها منذ تأسيسه بدقيقة صمت، ده من فوكس نيوز. جامعة كولورادو تغلق مركز جمع تبرعات للمحتاجين بحجة إيه؟ لأنه ممكن يستخدم آيات من الكتاب المقدس. أصبح كارثة إن حد يستخدم آية من الكتاب المقدس. خطة الملحدين، وده خبر كويس، في أحد المدن الأمريكية عشان تمنع جملة يبارك الرب أمريكا اللي هو God bless America تنفجر في وجههم، فالمواطنين بكم ضخم بالفعل يتوجهوا ويشتروا فطاط مكتوب عليها God bless America بكميات ضخمة وحطوها في كل مكان، ردا على الملحدين لأن الإلحاد ليس هو الأساس في أمريكا. على فكرة أمريكا لسه فيها كتير من الركب الساجدة لربنا، لكن للأسف الصوت العالي، لأن إدارات بتخلي الصوت العالي للملحدين وللشواذ. أنتوا عارفين نسبة الإلحاد مش كتيرة في أمريكا ونسبة الشواذ مش كتيرة، ولكن للأسف هم اللي ليهم الصوت العالي لسبب إدارة أوباما والميديا الأمريكية. فالشعب في المدينة دي حطوا كلمة God bless America في كل مكان ردا على الملحدين اللي عايزين يمنعوا الجملة دي. قس مسيحي في نيجيريا اسمه كالشي، الراجل ده رائع، صلوا له على فكرة. الراجل ده يروح للمناطق الخطرة اللي عارف فيها عصابات إسلامية ويتخطف بالفعل ويبشر المجاهدين المسلمين الإسلاميين، وفعلا ربنا يساعده ويطلق سراحه، وكرر العملية دي أكتر من مرة. الراجل ده ياما جاب إرهابيين مسلمين في نيجيريا للمسيح بهذه الطريقة، تخيلوا. صلوا له أن ربنا يحافظ عليه. رغم الاضطهاد الشديد للمسيحيين في الصين، إلا أنه أحدث التقارير بتثبت أنه المسيحية تنتشر وبقوة في الصين رغم كل الإرهاب اللي بتعمله الصين ضد المسيحية. ففعلا المسيحية بتنتشر زي ما بتنتشر في أفريقيا وفي آسيا، أيضا في الصين بتنتشر وبقوة رغم الاضطهاد اللي بيزيد. دايما المسيحية تزيد في الاضطهاد، دايما بدون استثناء المسيحية دايما تزيد في فترة الاضطهاد. الله الذي لا يترك نفسه بلا شاهد. الانحدار الأخلاقي استمرارا لتساقط النجوم، آسف، كنيسة تعمد ترانس جندرز
أنا ما أعتبرش الكنيسة دي كنيسة مسيح. كنيسة لاوديكية كنيسة بتاعتهم هم، كنيسة اللاوديكيين دي مش كنيسة المسيح. بداية شيء جديد يسمى زواج الشخص لنفسه، سولوجامي، بعد ما اتكلمنا على البوليجامي والبايسيكشوال، دلوقتي ما يسمى بالسولوجامي، الشخص يعمل زفاف لنفسه. ويقولوا ان ده يختلف عن الشخص السنجل. مش عارف اقول ايه. للأسف المدارس الأمريكية في سان فرانسيسكو ستعطي للأطفال أقل من سن البلوغ عازل ذكري. للدرجات دي وصل الانحدار في المدارس الأمريكية، فالأطفال الأقل من سن البلوغ، بنتكلم على 10 و11 و12 و13 سنة. ده اللي بيحصل في العالم. مرة تانية أنا لا أقصد أقول حاجات تخوف ولا أقصد أحدد حاجات بعينها أو غيره، أنا يهمني أقول محتاجين نستعد، محتاجين نصلي، محتاجين نقرأ في كلام ربنا عشان نفهم هو قايل لنا إيه وعايز إيه بدل من العالم اللي بيضللنا. محتاجين نعد زيت في مصابيحنا علشان لو ساد الظلام في أي وقت يكون عندنا زيت يكفي، ما نبقاش زي الخمس عذارى الجاهلات ما كانش عندنا زيت كافي. بنسمع عن المسيح ونروح الكنيسة مرة في كل أسبوعين ثلاثة كل شهر ونصلي لما ربنا يسهل، هي كلمتين وقلب. لا، مش ده اللي عايزه ربنا، ده مش هيكفيك الزيت ده في فترة الظلام. محتاج قوة الصلاة، قوة الصوم. كل سنة وحضراتكم طيبين، صيام يونان قرب أقل من أسبوعين. محتاجين تنقية القلب، محتاجين تقروا كلام ربنا وتعشوه، الاستعداد بلباس العرس زي ما قال معلمنا بولس الرسول. هذا أنتم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فأن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين أمنا. قد تناهى الليل مفيش وقت وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلم ونلبس أسلحة النور. أي إنسان مسيطر عليه خطية يقف الآن ويتخلص منها، مفيش وقت. لنسلك بلياقة كما في النهار، امسوا في النور مش في الظلمة. لا بالبطر تخلص من أي خطية، لا بالسكر ولا بالمضاجع والعهر والخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. ما تخافوش، ربنا قال لنا الكلام ده قبل ما يحصل عشان ما يحصل ما نخافش. أيضا ربنا قال الكلام ده قبل ما يحصل عشان ما يحصل نؤمن ونصدق مواعيد ربنا وكلامه، كل كلمة قالها في الكتاب المقدس، وعشان حياة الاستعداد. افرحوا، عريسنا قرب يجي، ولكن مطلوب مننا نستعد بقوة أكتر، لأن الوقت قريب وقصير، والشيطان عارف إن ليه زمان يسير وبيحارب زيادة. فمحتاج تتمسك بأسلحة الخلاص، بأسلحة الأسلحة الروحية أكتر، سيف الكلمة وخوذة الخلاص، ترس الإيمان. أو عشان حتى لو المسيح هيتأخر، لكن احنا ممكن نسلم ودعتنا في أي وقت. اصنعوا ثمار تليق بالتوبة لأن عريسنا اقترب، واستعدوا لاستقبال العريس. ربنا يبارك حضراتكم.